فاش قالوا لي سير عندهم راه يديروا لك انيلاسيون. فاش جيت لعندهم هنا باش يديروا لي انيلاسيون قالوا لي لا هزك الماء ما عندنا ما نديروا لك. انا كانت عندي مخالفه البارح بالليل بغيت نخلص مخالفه ديال المرور، جيت نخلصها هنا في كاس بلوس ياك، خلصت غلط انايا الغلط اللي درت هي جبت مخالفه قديمه. فاش مشيت عند البوليس قالوا لي لا راك خلصتي هذه المخالفه زوج ديال الخطرات، قال لي سير رجع لعندهم قال لي وغادي يديروا لك انيلاسيون وردوا لك فلوسك. فاش رجعت لعند هذيك السيده قالت لي لا راه ما يمكنش، قلت لها كيفاش ما يمكنش، قلت لها ديري انيلاسيون، قالت لي لا راه ما يمكنش. قلت لها وكلمي لي سي ريسبونسابل ديالك ندوي معاه، دويت معاهم في التليفون عاودت لهم هذه القضيه اللي عاودت لكم عاوتاني، قال لي لا صافي هزك الماء. قلت لي كيفاش هزني الماء ما فهمتش، قال لي صافي ما عندنا ما نديرو لك حنايا، يعني انايا 300 درهم اللي خلصت دابا مشات الله يعاون، خلصت دو فوا خلصت هذيك المخالفه انا دابا خلصتها زوج خطرات، مخالفه قديمه فايت مخلصها، كان عندي الروسي هو ديال البوليس، انا حتى تلفت لي ديك الورقه جبت روسي قديم. فاش جبت هذيك الروسي قديم لقاو بانني هذيك المخالفه مخلصها انا زوج خطرات، قال لي سير عندهم يديروا لك انيلاسيون. ما بغاتش دير لي انيلاسيون، قالت لي صافي، قلت لها شنو هو الحل؟ لقاي لي شي حل، قالت لي ما عندنا ما نديرو لك. انا كنطالب انا درت هذا اللايف هذا باش نبز فيه المواطن ديال المواطن المغربي ما يطيحش في هذا الغلط اللي طحت فيه انايا وصافي. واش نقول لك شنو غنبقى نتابع المحاكم على 300 درهم؟ ما عندي ما غادي ندير، المهم انا المهم بغيت الخبر يوصل لجميع المواطنين، يعني راك عارف هاد البلاد راك عارف اللي كاين. تنقول لك راه بقى فيا السيرفيس ناقص، لان انيلاسيون تقدر ديرها في دقيقه المكانه، ولي هما يديروا شي حل ما بين هاد الخزينه العامه اللي كيخدموا معاها هما باش يعطوهم يقدروا يديروا انيلاسيون، فهمتيني؟ حيت ما يمكنش دابا انا 300 درهم بحال سديتك وانا صدقتهم مابقاش فيا الحال. المعامله عيانه والريزو ما كاينش وبقينا واقفين تماك ساعه المكانه. المهم راه بلا ما نعاوديك اخويا هذا الشيء اللي كاين اخويا، هذا الشيء اللي وقع لي معاهم. المهم انا راه 300 درهم ديالي راه ضربني تران اخويا بهذه العباره هذه، هذا الشيء اللي كاين.